ولمناقشة الإهمال الحكومي لمحافظة البصرة وتزايد أعداد المصابين بالسرطان جراء هذا الإهمال، تنضم إلينا عبر الخط الهاتفي من بغداد الكاتبة والباحثة العراقية ثائرة أكرم لاجيدي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، حياكم الله. البصرة كما تعرفين هي أغنى محافظات العراق، ومع ذلك تعاني من الإهمال الحكومي، تعاني من الفقر ومن سوء أحوال المعيشة. كيف يمكن فهم هذا الوضع وهذه المفارقة؟ نعم، طبعا الحكومات العراقية وبعد عام 2003 عانت ظاهرة عدم استقرار سياسي، هزت أركانها وأفقدتها التوازن والتماسك، وهذا انعكس على أداء جعلتها تبحث عن البقاء والوجود والمحافظة، وتنشغل عن حل المشاكل الاستراتيجية الكبرى للبطالة والفقر، وخاصة في المناطق المحافظات الجنوبية وبالذات محافظة البصرة. طبعا البطالة والفقر ليس وليد اليوم، وإنما أصبح متجذر في العراق، يمتد ما لا نهاية. هنا نقصد الفقر متعدد الأبعاد الذي لا يرتبط بالبطالة فقط ولا بالدخل، وإنما بالصحة والتعليم والسكن، وكل هذه الأبعاد تجتمع معا لتضع المواطن تحت خط الفقر. وجيوش البطالة، جيوش البطالة والعاطلين عن العمل سنويا تزداد، يعني يوم بعد يوم وسنة بعد سنة تتفاقم البطالة بالعراق في تراكم مستمر. وطبعا لا يوجد حل سوى تنشيط القطاع الخاص، تفعيل الاستثمارات وغيرها من أمور الاستيعاب العاطلين. الكل يعلم أن البصرة هي الأولى في استيعاب شركات النفط، يعني هناك الكثير من الموظفين الأجانب في هذه الشركات التي محروم منها الخريج العراقي. نعم. وأيضا توسيع المشمولين شبكة الرعاية، تعرف حتى شبكة الرعاية الاجتماعية أصبحت محافظة، يعني هسه عندك التاجر هو اللي يأخذ راتب الرعاية، والفقير والمعدم والأرملة وغيرها هذول محرومين أصلا حتى من الرعاية الاجتماعية. نعم نعم. طيب إذا كانت البصرة التي تصدر النفط من مينائها وتنتجه عبر عشرات الآبار ومنصات الإنتاج، كيف لشبابها أن يعاني البطالة؟ والسؤال يعني إذا كان الشباب في البصرة يعانون من البطالة، فمن أين تأتي الشركات بالعمالة؟ طبعا حسب إحصائية 2021 عدد العمالة الأجنبية في محافظة البصرة أكثر من 9900 عامل أجنبي من مختلف الجنسيات. البصرة اليوم تتعرض لحرب اقتصادية كبيرة واحتلال العمالة الأجنبية من خلال توظيف العمال من مختلف دول العالم وبرواتب مبالغ خيالية. البصري جليس الدار وعاطل عن العمل، وخاصة الخريجين وذوي الشهادات العليا، فجميع الشهادات والخبرات التي تم جلبها من الخارج للعمل في الشركات النفطية حاليا متوفرة في البصرة وباقي المحافظات، لكن الشركات تصر على تشغيل العمالة الأجنبية، بما أنه لها أيضا هذه محافظة الميليشيات ومحافظة الأحزاب في هذه الشركات، طبعا هي محافظات كلها. نعم. طيب هذا النفط وشركاته أصبح فيما بعد مع الأسف وبالا على أهل البصرة. الناس لا يستفيدون من مردوده المالي، وأيضا يتسبب لهم بالأمراض وعلى رأسها السرطان، وازدياد هذه النسب التي قرأناها في الأخبار وفي التقارير الإخبارية، يعني ولا يوجد إجراءات في المقابل تتخذها الحكومة لمعالجة هذه المشكلة. نعم، طبعا البصرة الفيحاء تلك المدينة المتربعة على النفط الأسود، الذهب الأسود كما يقولون. طبعا نفط العراق هي دون منازع هي الأولى على نفط العراق. طبعا حاليا هذا النفط يهدد حياة سكانها، فغازات النفط المتطايرة والملوثات البيئية الأخرى فاقمت حجم المعاناة وزادت 10% من نسب السرطان سنويا. طبعا هناك إحصائيات أجريت أخيرا أكدت أن محافظة البصرة تسجل سنويا 2300 إصابة بالسرطان، يعني بمعدل 78 إصابة لكل 100,000 من السكان. البصرة تسجل 10% كزيادة سنوية متوقعة لإصابات السرطانية، عدد يعني العدد جاء يتفاقم يوم بعد يوم سنة بعد سنة. هناك أرقام عالمية
آلية مؤكدة أن كل 6 أشخاص يتوفون في العام يموتون واحد منهم بسبب، وكل واحد منهم يموت بسبب السرطان. السبب الأول لهذا المرض المفجع وحسب قول الأطباء هو الملوثات البيئية وملوثات النفط بالذات، لها ارتباط بأمراض السرطان، لكن لا يوجد إثبات كدراسة علمية في المحافظة حول هذه الملوثات. حيث يعد التلوث أنواع مختلفة، عندك الماء والهواء والتربة واحدة من المشكلات الأساسية التي تسبب الأمراض الخطيرة للبيئة. تبدأ من أمراض بسيطة كتحسس في الجلد والعين والجهاز التنفسي إلى أمراض أخرى التي قد تسبب السرطانيات وأمراض مستديمة مستعصية على المواطن والبيئة، على الإنسان والبيئة. نعم. طبعا حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط يعد العامل الرئيسي لتلوث المناخ بشكل خطير. ومع نعم. ذلك يضطر أهالي البصرة من المرضى خاصة مرضى السرطان للسفر إلى بغداد من أجل تلقي العلاج، وهناك يسجلون في قائمة طويلة من الانتظار. نعم، حتى في العاصمة بغداد يوجد شحة بالنسبة لعلاج الأمراض السرطانية وعدم توفر هذا العلاج، وشحة شديدة بالأدوية السرطانية لأن عدم إقرار الموازنة لوزارة الصحة بهذا الشأن، ووجود بعض الضوابط من قبل وزارة الصحة للتعاقد مع شركات الأدوية ما يصعب شرائها. الإصابة بالسرطان أصبحت خطراً يهدد أكثر من 40% من سكان البصرة، والفشل المتسارع للنظام الصحي ليس في المحافظة فحسب بل في جميع محافظات العراق يؤثر على المستفيدين منه، مما يرفع من نسبة الأخطاء الطبية والوفيات الناتجة عنها، فضلاً عن النقص الشديد في توفير العلاجات الأساسية. والمشكلة الأهم أيضاً الفساد الإداري الذي ينهش في داخل هذه المؤسسات نتيجة ضعف الرقابة والحكومات، ضعف الرقابة الحكومية والمحافظات الحزبية والتستر عليها ومشاكل أخرى أيضا هي الأدوية الفاسدة التي تسللت داخل هذه المؤسسات الطبية. نعم. أدوية تشكل خطرا صحيا أيضا على هؤلاء، أزيد من أكثر من يعني تميت أكثر من الانفجارات والعبوات الناسفة، لأنك يعني المواطن إما يموت في الأدوية أو الحقن القاتلة أو نعم. هذه الأمراض السرطانية من خلال هذا. نعم. شكرا لك الكاتبة والباحثة العراقية ثائرة أكرم العقيدي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.